السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة بعنوان الخلاصة وتعلم التجويد بطريقة سهلة وسلسة، وخصوصا وأن بعض الأحباب جزاهم الله عن كل خير قد طلبوا مني بأنهم يعني يشعروا بنوع من الاستحياء أو الحرج عندما يذهبوا ليتعلموا القرآن وهم فوق سن 40، ولكن بفضل الله عز وجل يعني سأعلمكم بإذن الله تعالى طريقة جميلة للمبتدئين وغير المبتدئين في التحسن وتعلم التجويد وكيف تتلو كلام الله عز وجل. فيا أيها القارئ به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلة، هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالنجل عند جزائه، أولئك أهل الله والصفوة الملا. توكلنا الله بإذن الله تعالى. الاستراتيجيات والمفاتيح التي سننطلق منها، أول استراتيجية أو أول ملحوظ أو ملحوظة، إن شاء الله حاول أنت تحمل الفيديو ده عندك وكل يوم تشتغل على ملاحظة. هم تقريبا 8 ملاحظات، تمام؟ هناخد اول ملاحظة، هناخدهم ورا بعض بإذن الله في اقل وقت. انت مثلا لو انت كنت لسه مبتدئ في الموضوع ده، حاول ايه بورا وقلم وتكتب كده وتطبق مع نفسك. مش شرط ان انت خلاص هتتفرج على الفيديو وكل اللي هو فيه لازم تخلص النهاردة، لا طبعا. فما بني على باطل فهو باطل. اول حاجة، لو انا فتحت المصحف، انا كاتب لك طبعا، عامل لك ملف جميل بالشكل والكلام والصور والتطبيق، بحيث انت لو تحمله على الجهاز بتاعك برضو تشتغل منه. لو انا عندي حرف الميم او حرف النون، حرف الميم هكبر، حاول اعمل زوم شوية. لو انا عندي حرف الميم او حرف النون عليهم شدة، لو جيت تبص مثلا على حرف زي كلمة الناس، هتلاقي ان يعني هي عبارة عن الشدة عبارة عن ايه، ان الحرف تضعف، فنتيجة ان هو تضعف ان نقول ان ناس، ان ناس، تمام. لو انا بقرأ لقيت حرف ميم او نون عليهم شدة، هنا بعمل حاجة اسمها بمد حركتين. الحركتين يعني مقدار قبض الاصبع، يعني لما تجيب كده اصبعك كده تقفله وتفتحه، قبض وبسط الاصبع. طب هقولها ازاي؟ ملك الناس، ما قلتش ملك الناس وسكت، ملك الناس مثلا من شر الوسواس الخناس، فانا مديتها طبعا مع الغنة عبارة عن انت ممكن حاجات كده بديهية انت بتلاقي نفسك بتقولها من غير ما تعرف لها قواعد، ان الغنة اللي هو الصوت رقيق يخرج من الايه، الخيشوم او الانف، تمام. حرف الميم وحرف النون الاثنين مع بعض، الجنة، الناس، هذه اول ملحوظة، تمام. طيب ده بالنسبة للنون، فين الميم بقى؟ لما عايز اشوف ميم عليها مثلا النون اهي، لا ترون الجحيم، تمام. اول ميم مثلا، ثم كان علقة، وهكذا. الملحوظة الثانية، لو انا عندي حرف مد، هبقى امد الحرف ده 4 حركات، ولو لقيت حرف مد وراه حرف مشدد على شد يعني بمد 6 حركات. ايه مثال ده وايه مثال ده؟ بص كده، وما ادراك، وما ادراك، هتلاقي ان حرف الميم، شايف انت اللي هي الحمامه الطايره دي، ده اول ما تشوفه في القران وانت مغمض عينك، ده حرف مد. زي ما فوق هنا اهو، حرف النون الناس، وانا مغمض عليه ده حرف مشدد، يبقى لازم ايه، يتغن مع المد، تمام. فده 4 حركات، وما ادراك، تمام. طيب انت قلت لنا ده يعني بديهي 4 حركات اللي هو حرف المد اللي انا شفته، تمام. طب لو كان وراه حرف شده، زي مثلا لو جيت انا اكبر على الكلمه دي، افتح كده المصحف، هتلاقي ان حرف المد اهو علامته، انا حافظه، هتلاقي دايما في لو المصاحف اللي هي عليها ملونه تلاقي حرف كده احمر، حرف القاف هتلاقي وراه شده اللي هو حرف الدبليو. فالمره دي هتتمد كام؟ هتتمد 6 حركات وانت مغمض عينيك، مش مستاهله بقى ايه ان انت تروح كتاب او تروح شيخ يصلح لك.
الحاقة. ما الحاقة؟ تمام، يبقى احنا كده اخدنا واحد واثنين، نخش على التالتة. حروف لأي كلمة لو نهاية آية في هذه الكلمة قاف أو طاء أو باء أو جيم أو دال، قلقلة. قلقلة يعني إيه؟ أنت هتلاقي نفسك تعملها من غير ما تتعلمها. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. هتلاقي الفلق في القاف عملت قلقلة. عارف انت لما بتضرب حاجة في الحيطة وتصد تاني؟ أقع أقع اضطراب. وقب وقب حسد حسد. الحق الحج الحج مش الحج. الناس تقول لك قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فاللي يسمعها يقول لك ده بينطق همزة فلق من شر ما، لا هي فلق خلق. العقد، تمام. هذه هي الاستراتيجية أو الملحوظة رقم 3 وكم 4. إذا كان عندي صغرة شوية تنوين اللي هو حرف تنوين أو حرف النون، لو لقيت كلمة يرملون معلش اكتبها في الورقة عندك كده، أي حروف كلمة من دي وقبلها حرف تنوين أو حرف النون، قال لك ايه اللي بيحصل؟ قالت لك بنطق حروف الكلمة ديت، وطبعا مع المد حركتين يعني حاجات خفيفة. مثال ذلك مثلا لو قلت لك حرف النون اهو ورا حرف اليه، حرف اليه من حروف يرملون، فالمراد هقول ايه؟ هقول أحسب الإنسان أن يترك سدى، زي ما الناس بتقرأ. لا، ده جيت أبص لقيت حرف النون ورا حرف من حروف ليرملون، دي نون اهو، فبالتالي هنطق الحرف اللي هو أي يترك، طبعا مع المد، مد طبيعي اللي هو حركتين يعني أي يترك، تمام. يرملون مثلا من راق، وقيل من راق، لو انا اوصلها من راق، هي طبعا في سكتة لطيفة بس انا هقرأها كأن انا وصلتها، طبعا انا وصلتها، فلقيت حرف النون وراء حرف الراء اللي هو من حروف يرملون، اللي بيحصل هتنطق انت حرف الراء مراك مراك، يبقى انا ما قلتش انا من راك، لا مراك. هذا ما يسمى الاستراتيجية الرابعة. انا لا اريد ان اشتتك واقول لك ده فيه هذا يسمى ادغام، لا. الاستراتيجية الخامسة، حرف النون او تنوين، حرف النون او تنوين. طيب انت حضرتك قلت لنا، هرجع كده فوق، انت قلت لنا نون او تنوين، طيب فين مثال التنوين؟ ومن يعمل مثقال ذرة شرا شرا، ما قلتش شرا يرى، شرا يرى، تمام. تنوين اهو، ده علامة التنوين معروف، بقى شرطتين او ضمتين او كسرتين، ده التنوين معروف يعني. طيب التنوين لو النون او التنوين اجى وراهم حرف همز فهاء او خاء او غاء او خاء او حاء او غين او عين، هتساوي تنطق التنوين عادي، انطق التنوين عادي. طيب اديني مثال، معلش هو في حاجات متلخبطه، مثلا تنوين اهو او نون اهو، تنوين اهو عليما، اجى وراهم حرف الحاء عليما حكيما، علي من، نطقت التنوين ولا ما نطقتوش؟ نطقت علي من، ما قلتش علي مح، لا لا، دي لان حرف التنوين وراء حرف من اللي هم ايه، حروف الاظهار، عين وغين وحاء وخاء وهمزة وهاء، فاذا هنطق التنوين او هنطق النون. إن الله كان عليما حكيما، تمام. طيب اذا كان عندي القاعدة الرقم 6، نون تنوين او نون، طيب
ليس بعدها يرمون اللي احنا شرحناها في الاول، او حروف الازهار اللي هو ايه، همز فهاء فغين مهملتان ثم غين خاء، اللي هي الست حروف دول، مش لا ده موجود ولا ده موجود، بيسميه حرف النون بيحصل عمليه اخفاء. مثال: ومن يعمل مثقال ذره، التنوين ورا حرف الشين، حرف الشين له من الستة بتوع الإظهار وله من حروف الإدغام، فبيحصل له بيبقى حسمها بين بين، يعني مش هقول لك ذرة شرا ولا أقول ذرة شرا، ولا إيه، هقول ذرة شر ذرة. ومن يعمل مثقال ذرة شر، تمام، ذرة شر، ما قلتش ذرة ش ولا ذرة شرا، بين بين. هذه كانت رقم 6. تمام. هنا بيض ايضا هالمثال اللهم صل على رسول الله. مصابيح رجع. عندي: ثم ارجع البصر كرتين ينقلب، ما قلتش ينقلب ولا يقلب، حرف النون وراء حرف من حروف الإخفاء في إخفاء، ينقلب ينقلب. الاستراتيجية الثامنة: نون زائد ميم، التشكيل تنطق ميم. إذا قلت مثلا: وآتوهم من مال، نون وراء حرف الميم مشدد، حرف الميم مشدد، تنطق ميم، من مال، وتقلها شوية، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، طبعا على حرف مد ما وراهاش حرف مشدد، يبقى 4. أحسنت. الاستراتيجية طبعا أنت تحاول تطبق مع نفسك قياسا على ذلك في القرآن، هذه أمور ثابتة لا جدال فيها. الاستراتيجية والسر التاسع: ميم التشكيل أو ميم بدون التشكيل زائد الباء، فينطق حرف الباء. إذا قلت مثلا: ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ميم وراء حرف الباء، اللي يحصل نطق الباء زائد مد حركتين، نكم بعد، ما قلتش انكم بعد، انكم بعد. تمام. كانت هذه عجالة وخلاصة واستراتيجيات في فنون تعلم التجويد للقرآن الكريم. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما في القرآن الكريم من الآيات والذكر الحكيم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة بحول الله وقوته، وأسألكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.